بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب القضاء، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به، إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. طيب، هنا يقول: ولا تصح الدعوى إلا محررة، ومحررة يعني معلومة مبينة مفصلة. فإذا ذهب شخص إلى القاضي، مثلا إذا ذهب زيد إلى القاضي وقال: لي عقار عند عمرو، مثلا لي عند عمرو عقار، أو لي عند عمرو مال، هكذا يعني، فهنا لا تصح هذه الدعوة. لابد للقاضي، القاضي يعني يستفصل منه، يقول: لك عند زيد عقار، أين يقع هذا العقار؟ ما هي حدوده، طوله، عرضه؟ يعني ما السبب في مطالبتك عمرا بعقار؟ يعني على أي أساس تطالب بهذا العقار؟ أو يقول: لي عنده مال، فيسأله يعني مقدار هذا المال وما سبب مطالبته به ونحو ذلك. فلا بد أن يحدد، يعني يقول: عقار مثل هذا العقار قطعة أرض أو مبنى، طوله كذا، عرضه كذا، يقع في العنوان الفلاني، ومثلا يذكر سبب ذلك، أن هذا العقار مثلا أنه باعه إياه ولم يسدد ثمنه، أو أنه غصب هذا العقار مثلا واستولى عليه أو كذا. لابد أن يوضح الدعوة التي يدعيها. معلومة المدعى به، المدعى به اللي هو الحق الذي يطالب به، الحق الذي يطالب به لابد أن يكون معلوما، لا يكون مجهولا. قال: إلا ما نصححه مجهولا كالوصية. يعني الوصية تصح مجهولا، إذا شخص قبل أن يموت قال: إذا مت فأعطوا زيدا مثلا شيئا من مالي، أو أعطوا زيدا بعض مالي، أو أعطوا زيدا عبدا من عبيدي، أو أعطوا زيدا. فإذا أوصى له بشيء من ماله مثلا، هنا قد يكون هذا الشيء مجهولا، فمات شخص وكان قد أوصى قبل موته قال: إذا مت فأعطوا زيدا بعض مالي أو شيئا من مالي، أو فله في هذه الحالة أن يقول: أنا لي بعض مال فلان، حق لي أوصى إلي به. مقداره نعم، احنا مر بنا في كتاب الوصية انه في هذه الحالة اذا اوصى بشيء فاقل ما يصدق عليه الشيء، اقل ما يصدق عليه الشيء يكون حقا له، يعني اذا اوصى بشيء. نعم. يعني اقل ما له قيمة يعني يتقل. طيب، يقول يعني: إلا ما نصححه مجهولا، ممكن يدعي أن له وصية، ممكن هنا تكون مجهولة تصح، لأن الوصية بالمجهول تصح. قال: وعبد من عبيده مهرا ونحوه. يعني في المهر يمكن للإنسان أن يجعل الصداق عبدا من عبيده، من غير تعيين أي عبد معين من هؤلاء العبيد. فهنا عبدا من عبيده مهرا ونحوه، نحوه يعني قال الشارح: كعوض خلع، كعوض خلع. امرأة يعني تختلع من زوجها وتعطيه عبدا نظير هذا الخلع وكذا، فهنا عبدا من عبيده يصح أن يكون هذا العبد مجهولا، يعني غير معين، أي عبد من عبيده غير معين، فهذا يصح. فإذا الدعوة لا تصح إلا محررة معلومة المدعى به، إلا ما يصح مجهولا كالوصية وعبد من عبيده في المهر.
طيب قال وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. إن ادعى عقد نكاح أو عقد بيع أو غيرهما قال كإجارة ادعى إجارة فلا بد من ذكر شروطه. قال الشارح لأن الناس مختلفون في الشروط فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي. قال وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. يقول إذا ادعت امرأة أن فلانا هو زوجها ادعت نكاحها من شخص فيقول هنا إذا كانت تدعي ذلك لتطلب نفقة أو تطلب مهرا يعني هي تقول تطلب إثبات زواجها من شخص من أجل مطالبته بالنفقة أو من أجل مطالبته بالمهر فتسمع دعوة. أما إذا هي فقط تريد إثبات نكاحها من شخص وهي لا تطالب لا بنفقة ولا بمهر لا تطالب لا بنفقة ولا بمهر قال لم تقبل دعواها لم تقبل دعواها. الشارح يقول يعني لأن النكاح حق الزوج عليها لا تسمع دعواها بحق لغيرها يعني الرجل يقبل دعواها إثبات أن فلانة هي زوجته لكن المرأة لا يقبل دعواها إثبات أن فلانا هو زوجها إلا إذا كانت تطالب بنفقة أو مهدا يعني هكذا المذهب. قال وإن ادعى الإرث ذكر سببه إذا ادعى أن له إرث من فلان المتوفى لابد أن يذكر السبب مر بنا سبب الإرث اللي هو النكاح والولاء والنسب إما سبب الإرث إما أن يكون نكاحا يعني كأن يدعي يعني الرجل إرثه من المتوفى لأنها زوجته كانت زوجته فله نصيب الزوج في الميراث أو تدعي المرأة أن لها إرثا من هذا المتوفى لأنها كانت زوجة له فهذا النكاح والولاء يعني المعتق إذا ادعى أن له إرثا من هذا المتوفى لأن الوارث كان قد أعتق هذا المتوفى المتوفى هذا عتيق كان عبدا وأعتقه المتوفى أو يعني إما أن يكون الوارث هو المعتق أو يكون من عصبة المعتق فله يعني حصة في ميراث هذا المتوفى لأنه يعني له ولاء عليه أو يكون السبب القرابة اللي هو النسب يعني يقول هذا المتوفى هو ابني أو أبي أو أخي أو عمي أو إلى آخره فيطالب بحصته في الإرث بالسبب ذلك فإذا ادعى إرثا ذكر سببه. طيب قال وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. البينة يعني الشهود البينة معناها الشاهدان يعني أو الشهود والعدالة عندنا ظاهرة وباطنة. العدالة الظاهرة هي يعني ألا يعلم عنه يعني جرح ما يقدح في عدالته الذي يقدح في عدالة الإنسان هو الفسق كما سيأتي يعني فإذا شخص يعني لا يعلم عنه فسق ولا كذب ولا كذب يعني لا نعلم عنه شيء فقط يعني الرجل جاء يشهد ولا نعلم عنه سوء فالأصل في المسلمين العدالة الأصل في المسلمين العدالة فكونك يعني كون الناس يعني لم يعلموا عنه سوءا هذه العدالة الظاهرة هذه العدالة الظاهرة. أما العدالة الباطنة فهي التي تعرف من خلال صحبته أو معاملته ونحوهما. العدالة الباطنة يعني هي التي تحتاج إلى من يعدله ممن يعني صاحبوه أو عاملوه يعني ممن يكون قد سافر معه أو يكون صاهره في مثلا
بينهما مصاهرة أو بينهما مشاركة في تجارة، بينهما مشاركة في تجارة أو تعامل معاملات مالية، تعامل معه معاملات مالية ونحو ذلك مما يختبر به أحواله أو يكون جارا له مثلا جاوره أو ونحو ذلك يعني. فهذه العدالة الباطنة. فقد تعتبر عدالة البينة أي الشهود ظاهرا وباطنا. قال ومن جهلت عدالته، هنا الشارح يقول إلا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهرا، يعني عقد النكاح بالذات تكفي العدالة ظاهرا، يعني إذا جاء اثنان يشهدان على عقد الزواج لا يشترط أن نسأل يعني لا نعرف عنهم سوءا، خلاص تكفي العدالة الظاهرة حتى لو لا نعرف عنهم أي شيء، اثنان مسلمان كلهم يعني صليا معنا أو يعني هناك قرينة على أنهما من المسلمين وشهد على عقد النكاح يكفي هذا. لكن في الشهادة مثلا على حقوق مالية أو نحو ذلك لابد من السؤال عن حال الشهود والتأكد من عدالتهما ممن يكون قد خبر أحوالهما. تعرفون هناك أثر يعني مروي عن عمر رضي الله عنه، كان في رجل جاء يعني كان يشهد عنده فقال ائت بمن يعرفك، فقال يعني قال رجل أنا أعرفه، قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل شاركته في تجارة؟ قال لا. قال سأله أسئلة مثل هذه فقال لا تعرفه، ائت بمن يعرفه، هات واحد يعني يكون تعامل معك في معاملات مالية أو صاحبك في سفر أو جاورك في سكن أو كذا. فإذا يقول لابد من عدالة، من العدالة ظاهرا وباطنا، يعني أن لا نعلم عن سوءا وأن يأتي من يعدله، يعني مش فقط بس لا نعلم عن سوءا، لا يأتي من يزكيه، يعني لابد أن يأتي من يزكيه ممن خبر يعني حاله، يعني لا يكفي فقط أننا لا نعلم عنه جرحا بل لابد أن يزكيه من خبر حاله بصحبة أو معاملة. إلا في عقد النكاح يكفي يعني العدالة الظاهرة. على أحضر الرجل بينا لهم يعني كيف تهدف عليك؟ لست متأكد إن شاء الله، نبحث عن إن شاء الله. قال ومن جهلت عدالته، ومن جهلت عدالته قال سأل عنه، سأل عنه. إذا جهلت عدالة الشاهد فالقاضي يسأل عنه من له خبرة به يعني باطنة بصحبة أو إيه أو معاملة. قال وإن علم عدالته عمل بها، يعني إن علم القاضي عدالة الشاهد عمل بها. قال ولم يحتج إلى التزكية، يعني لو كان القاضي يعلم أن الشاهد عدل، القاضي له نفسه يعرف الشاهد ويعلم أنه عدل، فحينئذ لا يحتاج القاضي إلى أن يطالب بمن يزكي. لكن القاضي إذا كان لا يعلم يعني أحوال الشهود فلا بد أن يطالب بمن يزكيهم. لا يحكم بعلمه، لكن يعني علمه بعدالة الشهود هذا ليس حكم، يعني علمه بعدالة الشهود هذا يكفي، لكن هذا غير الحكم، غير مسألة الحكم. لا يحكم بعلمه ولكن يعمل بعلمه في تعديل الشهود. إن كتب عمل بها. قال وإن علم عدالته عمل بها القاضي، هذا هو الضبط الصحيح. وإن علم القاضي عدالته أي عدالة الشاهد عمل بها. قال ولم يحتج إلى التزكية. وبرضه الشارح قال وكذا لو علم فسقه، يعني لو القاضي يعلم فسق الشاهد فله أن يرده من مشاكل. معنى ومن جهلت عدالته سوء عدل. ومن جهلت عدالته
النسخة عندي سأل عن، يعني القاضي يسأل عن هذا الشخص الذي تجهل عدالته، يسأل عنه من يعني صاحبه أو عامله حتى يزكيه عند القاضي، يعني يقول هات من إيه من يزكيك، يعني هات من يعرفك، شخص يكون معروفا عندنا ويكون سافر معك أو جاورك أو شاركك في معاملة أو له صحبة معك. طيب قال وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثا إن طلبه. قل إذا الخصم جرح الشهود، يعني الآن زيد يدعي على عمرو دعوة، زيد قال لي مال عند عمرو، مر بنا أن القاضي يقول لعمر هل تقر أو تنكر، إذا أقر يحكم عليه بإقرار، إذا أنكر يطالب زيدا بإحضار الشهود، فزيد أحضر شاهدين يشهدان بما له من الحق على عمر. فالخصم اللي هو عمر مثلا في هذا المثال جرح الشهود، قال لا هؤلاء الشهود هؤلاء كذابون وفسقة وكذا لا تقبل شهادتهم، فالقاضي يكلف الايه مثلا عمرا هنا في هذا المثال، يكلفه القاضي ان ياتي ببينه بشهود يشهدون بجرح شهود خصمه، يعني زيد معه شهود وعمر اللي هو المدعى عليه يجرح هؤلاء الشهود، يقول هؤلاء الشهود فساق وكذا أو كذبة أو شهود زور، فالقاضي يقول له يعني لا يقبل كلامه في الشهود لأنه هو الآن متهم لأنه يجرحهم حتى يبرئ نفسه، فالقاضي حينئذ يطالب مثلا عمرا في هذا المثال، يطالبه القاضي يقول له هات يعني شهودا من عندك يجرحون شهود الطرف الآخر، يجرحون شهود زيد، أنت تقول هم فساق أو هم شهود زور أو كذابون، هات من يعني يشهدون أن هؤلاء شهود زور أو أنهم كذابون، وأنظر له ثلاثة، يعني لا يفتح له المجال يعني إلى الأبد، وإنما يحدد له ثلاثة أيام، يحدد له ثلاثة أيام، فيقال له معك ثلاثة أيام أحضر من يوثقون هذه يعني هذا الجرح الذي جرحت به الشهود، هات شهودا يشهدون أن شهود خصمك كذابون أو فسق، فيعطيه مهلة ثلاثة أيام. قال إن طلبه، يعني إذا طلب يعني إن طلب ذلك. قال وللمدعي ملازمته يعني له ملازمة خصمه في مدة الانتظار لئلا يهرب، له ملازمته في مدة الانتظار لئلا يهرب، كن رقيبا عليه وتابع تحركاته حتى لا يهرب. قال فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، يعني فإن لم يأتي مدعي جرح الشهود خصمه، من ادعى جرح شهود خصمه إذا لم يأتي ببينة يعني لم يأتي بشهود على جرح شهود خصمه حكم عليه بمقتضى شهادة شهود خصمه، يعني لا يصدق ادعاؤه في جرح شهود خصمه طالما لم يأتي ببينة على ذلك. واضح؟ ببينة. واضح؟ فإن لم يأتي ببينة حكم عليه. قال الشارح لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعى. واضح؟ يعني قلنا زيد ادعى على عمرو مثلا مالا وأتى بشهود يشهدون لصالحه، فعمر اللي هو المدعى عليه قال هؤلاء الشهود فساق أو كذابون، القاضي أعطاه مهلة
أعطى عمرا مهلة 3 أيام، قال له هاتي من إيه يشهدون أن شهود عم زيد أنهم كذابون أو فسقوا، فأعطاه مهلة 3 أيام ولم يأتي بما يوثق هذا الجرح. فحينئذ القاضي يحكم على عمرو بمقتضى شهادة الشهود الذين شهدوا لصالح زيد. واضح؟ بس فعلا المدعي لو طلب يعني الانتظار 3 أيام قطع يحكم أن يحضر الشهود، هذا برضو يقبل؟ لا، احنا مر بنا يعني ان المدعي ان لم يكن عنده يعني الشهود، ان لم يكن عنده الشهود فلا يحكم يعني للصالحي، لكن ان احضرهم بعد ذلك في اي وقت، يعني مش ليس هناك مهله معينه، اذا احضر الشهود لاحقا يعاد سماع الدعوه من جديد. يعني لو زيد، هذه مساله يعني مرت في الدرس الماضي، لو ادعى زيد على عمرو حقا وعمر أنكر، والقاضي طالب زيدا أن يحضر شهودا ولم يكن عنده شهود في ذلك الوقت، فخلاص القاضي لا القاضي يبرئ عمرا ولا يحكم عليه بمقتضى هذه الدعوة. ثم إذا استطاع زيد أن يحضر شهودا في وقت آخر فحينئذ يعاد سماع الدعوة من جديد ويشهد شهودا. قال وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم. قال وإن جهل أي القاضي حال البينة يعني حال الشهود، طلب من المدعي تزكيتهم، يعني المدعي اللي هو زيد مثلا معه شاهدان والقاضي يجهل حال هؤلاء الشهود فيطالب بمن يزكيه. قال الشارح لتثبت عدالتهم فيحكم له، لأنه لا يكفي العدالة الظاهرة، يعني مجرد أنه لا يعلم عنهم سوءا هذه عدالة ظاهرة لا تكفي، لابد أن يأتي بمن يزكيهم حتى تثبت عدالتهم الباطنة. قال ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته، يكفي فيها أي في التزكية عدلان يشهدان بعدالة الشاهد، يعني كل شاهد يحتاج إلى 2 يزكيانه، كل شاهد يحتاج إلى 2 عدلين يزكيانه. قال ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين. في هذه المسائل عندنا المسألة الأولى هي الترجمة، يعني من لغة إلى لغة، في الترجمة من لغة إلى لغة لا يقبل فيها إلا قول عدلين، إلا قول عدلين، يعني لو تكلم بلغة والقاضي لا يعرفها فلا بد أن يشهد عدلان أن هذا الكلام معناه كذا وكذا يعني. والتزكية كذلك، في تزكية الشاهد لا بد من تزكية عدلين. يعني الترجمة يعني لو ترجم واحد وشخص آخر يعرف اللغة قال صحيح هذه الترجمة صحيحة، يعني 2 يقران أن هذا الكلام معناه كذا. والتزكية كذلك لابد فيها من 2 يزكيان الشاهد. والجرح أيضا جرح الشاهد يحتاج إلى 2 يجرحانه. والتعريف تعريف بالشخص عند الإيه؟ عند الحاكم أن هذا هو فلان، يعني إذا مثلا المدعى عليه مثلا عمرو بن أحمد مثلا التميمي مثلا، فجاء شخص كيف يعرف القاضي أن هذا هو عمرو بن أحمد التميمي المدعى عليه مثلا، فيقول هذا هو فلان فيعرفه، يعني هذا لا يجرح ولا يزكي ولا شيء، فقط يقول أن هذا هو الشخص المقصود. قال والرسالة، قال إلى قاض آخر بكتابة، الرسالة إلى قاض آخر اللي هو في كتابة القاضي إلى القاضي، وهذه لها يعني باب، والباب الذي سيأتي بعدها فيه مزيد تفصيل في أحكام كتابة القاضي إلى القاضي. إذا القاضي بعث رسالة إلى قاض آخر فلابد أن يشهد عليها 2 ك
كما سيأتي القاضي يقرأ الكتاب على عدلين ويعطيه من الكتاب يوصلان إلى القاضي الآخر ويشهدان أن هذا الكتاب هو كتب القاضي المسألة الفلانية. هل يدخل هذا النظام العصري اللي تذهب إلى يسمونه يعني كاتب عدل؟ نعم كما تفضلتم يعني في العصر الحاضر يعني جدت وسائل توثيق لم تكن موجودة سابقا يعني بطاقات الهوية والبصمات وصار يعني بالإمكان يعني هناك قرائن كثيرة يعني مثلا تقوم مقام الشهود يعني في التعريف في تعريف الشخص وتوثيق يعني صحة صدور الرسالة مثلا من القاضي. طيب يقول ويحكم على الغائب أو ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. قال الغائب قال مسافة القصر مسافة القصر هي 48 ميلا هذه مسافة القصر. فإذا كان يبعد أكثر من هذه المسافة يعني الغائب اللي هو من يبعد أكثر من هذه المسافة يبعد عن البلد أكثر من يعني يبعد مسافة القصر 48 ميلا فقط. قال ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق أو يحكم القاضي على الغائب إذا ثبت عليه الحق. قال الشارح لحديث هند رضي الله عنه قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رضي الله عنه إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. فهنا أبو سفيان هو المدعى عليه هي تدعي أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها من النفقة. فالمدعى عليه كان غائبا مسافة قصر يعني لم يكن موجودا في البلد كان موجودا في بلد آخر أبعد يعني بعيدا يبعد مسافة قصر فأكثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه من غير أن يكون حاضرا. فإذا يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. قال وإن ادعى على حاضر في البلد قال وإن ادعى يعني إنسان على إنسان حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. إذا ادعى مدع على شخص حاضر في البلد ولم يكن يعني حاضرا مجلس الحكم يعني غائبا عن مجلس الحكم لم يكن موجودا في المحكمة ولكنه موجود في البلد أو يبعد عنها دون مسافة قصر أقل من 48 ميلا يعني هو يبعد مسافة 20 ميلا 30 ميلا فإما موجود يعني في نفس البلد أو يبعد عنها دون مسافة القصر. فإذا المدعي جاء ومعه بينة يعني ومعه الشهود والمدعى عليه موجود في البلد ولكنه ليس موجودا في مجلس الحكم فالقاضي لا يسمع الدعوة ولا يسمع الشهود حتى يحضر المدعى عليه يحضر مجلس الحكم. لكن إذا كان المدعى عليه غائبا عن البلد فالقاضي حينئذ يمكن أن يحكم عليه في غيابه إذا كان غائبا عن البلد مسافة قصر أو أكثر. لكن إذا كان موجودا في البلد لا يحكم حتى يحضر مجلس الحكم يعني بنفسه أو بوكيله يعني يوكل من يحكم. قال باب كتاب القاضي إلى القاضي. باب كتاب القاضي إلى القاضي. قال الشارح أجمعت الأمة على قبوله لدعاء الحاجة إليه. قال أجمعت الأمة على قبوله لدعاء الحاجة إليه يعني لأن الحاجة تدعو إليه. قال يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق قال الشارح لآدمي كالقرض والبيع والإجارة يعني يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الآدميين كالقرض
يكتب إلي أنه ثبت عنده أن فلانا يعني يحكم أنه مثلا ثبت عنده وحكم أن فلانا اقترض من فلان كذا أو باعه كذا أو استأجر منه أو أجره إلى آخره. قال حتى القذف، القذف يعتبر يعني حقا لآدم، يعني رغم أنه حد من الحدود إلا أنه مرتبط بحق الآدمي، فالمقذوف له حق يعني أن يقام الحد على القاذف يعني لتبرئة ساحة المقذوف والانتصار له من هذه المظلمة. من اتهم آخر بالزنا كما مر، فالمتهم يعني له حق أن يحكم على من قذفه. قال لا في حدود الله، لكن في حدود الله تعالى لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي. قال كحد الزنا ونحوه، كحد الزنا ونحوه، قال كشرب الخمر. ما التعليل هنا؟ يقول الشارح لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات، حقوق الله تعالى مبنية على الستر أو الستر ومبنية على درء الشبهات، فلا يكتب القاضي يعني بإقامة حد الزنا لقضى آخر أن يقيم حد الزنا على فلان ونحو. قال ويقبل فيما حكم به لينفذه. طيب متى يكتب القاضي إلى القاضي الآخر ويقبل كتابته؟ فيما حكم به لينفذه، يعني القاضي الأول يعني سمع الدعوة وسمع الشهود وحكم في القضية وبقي التنفيذ، فيمكن أن القاضي يكتب إلى قاضي آخر ليتولى التنفيذ بدلا عنه. قال وإن كان في بلد واحد، وإن كان في بلد واحد يعني حتى لو كان القاضي الكاتب والقاضي المكتوب إليه في بلد واحد، الأول سمع الشهود والدعوة وحكم في القضية ثم يكتب إلى قاضي آخر، سواء كان القاضي الآخر في نفس البلد أو في بلد آخر، لينفذ حكم القاضي الأول. قال ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر، قال الشارح فأكثر. يعني لكن لا يقبل كتاب القاضي إلى قاض آخر فيما ثبت عنده ليحكم به، يعني إذا القاضي الأول لم يحكم في القضية وإنما فقط سمع الدعوة وسمع الشهود، فهل يصح أن القاضي الأول بعد أن سمع الدعوة وسمع الشهود لم يحكم ولكن يكتب كتابا إلى القاضي الثاني ويقول أنا سمعت الدعوة وسمعت الشهود كذا فأحكم أنت أحكم عليهم بمقتضى هذه الدعوة التي سمعتها وبمقتضى هذه الشهادة، فقال لا يقبل هذا إلا في حالة ما إذا كان القاضي الثاني يبعد مسافة قصر أو أكثر، إلا أن يكون بينهما مسافة قصر أو أكثر. أما إذا كان بينهما دون مسافة القصر فإذا القاضي الثاني المكتوب إليه يعني لا يحكم فيها، إما يردها، إما القاضي الأول يحكم فيها أو القاضي الثاني يعيد سماع الدعوة من جديد، يعيد سماع الدعوة من جديد وسماع الشهود من جديد. لكن إذا كان المكتوب إليه يبعد يعني مسافة قصر فلا يكلف الشهود يعني بالانتقال إليه في ذلك المكان. هل هناك سبب يعني؟ نعم هناك سبب يعني. نعم التعليل هنا عند كما ذكر الشارح قال لأنه نقل شهادته إلى المكتوب إليه فلم يجري مع القرب كالشهادة على الشهادة، يعني احنا عندنا الشاهد على الشاهد، يعني اللي هو من يعني هل يصح أن القاضي مثلا لا يسمع الشهود أنفسهم ولكن يسمع من يأتي ويقول له أنا أشهد أن فلانا شهد بكذا، يعني
يصبح فيه واسطة يعني، أو زي يصبح هناك إيه واسطة يعني. المفروض مثلا زيد ادعى أن له $1,000 عند عمه، فالمطلوب أن زيدا يحضر شاهدين يشهدان أن زيدا له $1,000 عند عمه. طيب لو أن زيدا بدل ما يحضر شاهدين يشهدان أن له $1,000 عند عمه، لا أحضر إيه شاهدين كل واحد منهم يشهد أن 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 رجلا آخر غير موجود أنه شهد أن زيدا له $1,000. يقول أنا لا أشهد أن زيدا له $1,000، ولكن أشهد أن مثلا محمد بن أحمد كذا شهد أن زيدا. يصبح إيه شهادة على الشهادة، فالشهادة على الشهادة لا تقبل إلا لعذر، اللي هي أن يكون هناك يعني مسافة قصر أو أكثر. فهذا الذي منع الشهود إيه أن يذهبوا إلى القاضي ليشهدوا عنده، يعني ممكن الشهود في مكان بعيد، فالقاضي هنا يقبل الشهادة على الشهادة، يعني من يشهدون أن فلانا شهد. لكن إذا كان الشهود موجودين في البلد يحضرون بأنفسهم ويشهدون. فهنا قال يعتبر مسألة أن القاضي يكتب إلى قاض في البلد ويقول شهد عندي فلان بكذا وكذا، يعني أحكم أنت إيه بمقتضى هذه الشهادة، يعتبر هنا القاضي يشهد على شهود موجودين في البلد. وكما لا تقبل الشهادة على الشهادة، فلا تقبل شهادة القاضي على الشهود، يعني لابد أن يحضر الشهود بأنفسهم إلى القاضي الجديد ليسمع شهادتهم بنفسه، إلا إذا كانوا في بلد آخر بعيد، فحينئذ يكفي أنه إذا كتب إليه القاضي يقول الشهود شهدوا عندي بكذا، خلاص إذا يقبل إيه شهادة القاضي على الشهود. واضح؟ قال ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين. يعني يجوز أن يكتب القاضي إلى قاض معين، ويجوز أن يكتب كتابا إلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين. يعني قد يكتب القاضي كتابا إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين. قال ويلزم من وصل إليه قبوله، لأنه كتاب حاكم من ولايته وصل إلى حاكم فلزمه قبوله كما لو كتب إلى معين. قال ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما. يعني زي ما مر بنا من قبل أن الرسالة لابد لها من إيه من شاهدين عليه، فهذه تعتبر رسالة لكتاب القاضي إلى القاضي، فيشهد القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ويدفعه إليهما. يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ويدفعه إليهما. واضح؟ قال باب القسمة. باب القسمة. قال لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء كالدور الصغار والحمام. كالدور الصغار والحمام. فيقول قد يحصل إيه أحيانا أن يكون اثنان أو أكثر شركاء في ملكية عقار ونحوه، يعني على المشاع، بمعنى يعني أن كل منهما له حصة لكن غير محددة، يعني ليس له الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، ليس هناك خط يعني أو حد فاصل، جدار أو سور أو كذا يفصل حق أحدهم عن الآخر، وإنما مثلا شخصان شريكان في ملكية هذه الشقة السكنية أو ملكية حمام، المقصود للحمامات العامة يعني اللي كانوا يغتسلون فيها سابقا قبل توفر أماكن الاغتسال في البيوت. فالحمامات مش مقصود بها المراحيض يعني لقضاء الحاجة، ولكن أماكن يعني تسخين المياه والناس يذهبون إليها بالأجرة يغتسلون فيها لعدم توفر يعني الماء الساخن
جاري وكذا في البيوت السابقة. فإذا كان مثلا شخصان كان شريكين في ملكية حمام، الحمام هذا غير قابل للتقسيم، يعني هذه الجهة مثلا فيها مكان تسخين الماء، هذه الجهة فيها، كل جهة فيها جزء مكمل للآخر، إذا واحد أخذ جزءا وترك الباقي يخرج الحمام. والدور الصغار كذلك، يعني إذا كان هي شقة مثلا فيها غرفة نوم ومطبخ ومثلا دورة مياه، إذا قسموها هذا يطلع له غرفة النوم وهذا يطلع له دورة المياه وهذا يطلع له المطبخ، ما ينتفع أحد منهم بشيء يعني. فهي يعني هذه لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض، يعني لا يمكن أن تقسم مثلا نصفين بالتساوي، لابد أن الذي يعني أحيانا يكون الشيء إذا قسم لابد أن أحد الطرفين سيأخذ، يعني لا يمكن قسمته إلا بجعل حصة أكبر من حصة أو أغلى قيمة، يعني مثلا ففي هذه الحالة الذي سيأخذ الحصة الأقل لابد أن يرد، أن يأخذ يعني عوضا الذي أخذ الحصة الأكبر، يعني فإما أنها يعني القسمة تؤدي إلى ضرر أو القسمة لا تمكن إلا برد عوض، يعني لا يمكن تنصيفها، ولو قسمت لابد أن تكون حصة أكبر من حصة، فصاحب الحصة الكبيرة لابد أن يرد عوضا، يعني يأخذ الحصة الكبيرة ويدفع مثلا 10,000 دولار، أو يأخذ الحصة الصغيرة ويأخذ 10,000 دولار. فلا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر على بعض الشركاء، أو لا تنقسم إلا برد عوض من أحدهما على الآخر، إلا برضا الشركاء، إلا برضا الشركاء. قال كلهم، لابد أن كل الشركاء فيها يرضون بهذه القسمة. يعني رجل مات وترك مثلا يعني شقة صغيرة أو كذا إرثا لأولاده، فصاروا شركاء فيه ونحو ذلك، يعني أو يعني هناك أسباب عديدة تؤدي إلى أن يصبح أكثر من شخص شركاء في ملكية يعني شيء صغير، أو لا ينقسم إلا بالضرر أو برد عوض. فلا بد حينئذ أن يرضى الشركاء جميعا بهذه القسمة. قال كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين، الحمام الصغير والطاحون الصغير. قال والأرض التي لا تتعدل بأجزاء، والأرض التي لا تتعدل بأجزاء، يعني غير قابلة للتقسيم، يعني قسمة متساوية، يعني مثلا فيها جهة حتكون على الشارع وجهة بعيدة، أو جهة مثلا قريبة من الماء جهة بعيدة، هي لا يمكن قسمتها إلا إما بضرر أو بأن يكون أحد الطرفين أخذ حصة أكبر أو أغلى قيمة من حصة الأرض. التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيم ولا قيمة، لا تتعدل لا بالأجزاء ولا بالقيم. قال لبناء، وفي بعض النسخ كبناء، كبناء أو بئر في بعضها، أو هنا النسخة التي عندي لبناء أو بئر في بعضها، يعني ممكن الأرض يعني قطعة أرض بس جهة فيها بناء وجهة لا بناء فيه، أو جهة فيها يعني بئر وجهة لا بئر فيه، فإذا قسمت الأرض نصفين واحد يطلع له النصف الذي فيه البناء والآخر يطلع له النصف الذي لا بناء فيه، أو هذا يطلع له النصف الذي فيه البئر وهذا يطلع له النصف الذي لا بئر فيه ونحو ذلك. يعني قال فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها، هذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها. طيب هنا الشارح يقول يعني ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما. يعني قد يعني هنا كيفية إزالة الضرر، لو أحد الشريكين متضرر من هذه الشركة
من حقه أن يبيع حصته، من حقه أن يبيع حصته إما لشريك يدخل مثلا على المشاع بدله في هذه الحصة، فحينئذ الطرف الآخر يقال له إما أن تشتري بنفس هذا العرض الذي جاء، وإذا كان مثلا الثمن معجلا يعني جاء مثلا عرض لشراء حصة زيت مثلا ب10,000 دولار نقدا، فيقال لعمر إما أن تشتري ب10,000 دولار نقدا أو يترك عمرا يبيع حصته لآخر. وكذلك فهنا مثلا زيد يعرض على عمرو أن يشتري حصته أو يتركه يبيعها للغني. وكذلك يعني يقول إن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهم، إذا كان لا تباع إلا يعني الحصتان معا فتباع الحصتان ويقسم الحاكم يقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما. إنه هو رافض يشتري حصة شريكه والشيء لا يباع إلا يعني كاملا فيباع ويأخذ الحاكم يبيعه ويعطيه حصته إذا كان له النصف أو الربع أو كذا، يعطيه ربع الثمن أو نصف الثمن حسب حصة. قال وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفراز لا بيع. إفراز، إفراز هكذا، إفراز لا بيع. فهنا يقول يعني إفراز لحق الشريكين، يعني فصل لحق أحد الشريكين عن حق الآخر، يعني ما لا ضرر في قسمته كما مثل في هذه الأمثلة. يعني قال كالقرية، اثنان شركاء في قرية يمكن تقسيم القرية، هذا يأخذ جزءا وهذا يأخذ جزءا، أو بستان كبير يعني يمكن قسمته، أو دار كبيرة يمكن أن يفصل بجدار ويحدد يعني قسما، وكل واحد له يعني جزءا من الدار. الدار مثلا هي عبارة عن شقتين مثلا، كل شقة فيها منافعها وفيها، فإذا أراد قسمتها هذا يأخذ الطبق طابقا أو يأخذ شقة. فإذا كان يمكن قسمتها بلا ضرر، وأرض واسعة، دكان واسع يمكن قسمته إلى دكانين. قال والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها. المكيل والموزون يعني اثنان شركاء في ملكية كمية من التمر مثلا، هذه الكومة من التمر يملكها زيد وعمر شركاء في ملكيتها، يمكن قسمتها ما تكال، وهذا يأخذ مثلا إذا خرجت مثلا 100 صاع هذا يأخذ 50 صاع هذا يأخذ 50 صاع إلى آخره. والأدهان والألبان ونحوها، فهذه كلها إذا كان شركاء في كمية من اللبن فتقسم وكل واحد يأخذ حصته. فإذا رفض أحد الشركاء القسمة يجبر عليها، يشتكي للقاضي والقاضي يجبره على القسمة. نعم، هل القسمة إفراز؟ قال إفراز لحق أحد الشريكين من الآخر لا بيع. قال لأنها تخالفه في الأحكام، يعني تخالف أحكام البيع، فلهذا يقول يعني يصح مثلا ما يكال وزنا وما يوزن كيلا، ولا يحنث من حلف لا يبيع، لا يعتبر هذا بيعا، ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت، يعني تخالف أحكام البيع، يعني ليست مثل البيع. فالبيع لا يصح بيع المكيلات وزنا بالوزن، لكن في القسمة يمكن أن المكيلات تقسم بالوزن أو الموزونات تقسم بالكيل. قال ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه، أو يسأل الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك،
يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، أن يصطلحوا ويتراضوا فيما بينهم على كيفية التقسيم، وبقاسم ينصبونه، ويمكن أيضا أن ينصبوا قاسما يرتضيه الطرفان يتولى قسمتها ويخرج كل واحد منهم حصته، أو يسألوا الحاكم نصبه، يمكن أن يطلبوا من الحاكم أن ينصب لهم قاسما. طيب الذي يقسم هذا يعمل بالأجرة ويتقاضى أجرة على القسمة، فأجرته على قدر الأملاك، يعني لو أن أحد الشركاء يملك ثلث العقار والآخر يملك الثلثين، فأجرة القاسم الذي له الثلث يعطيه ثلث الأجرة، والذي له الثلثين يعطيه ثلثي الأجرة. قال فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز، وكيف اقترعوا جاز. طيب يقول إذا اقتسموا، عندكم أو نعم في بعض النسخ فإذا اقتسموا واقترعوا، وفي بعضها إذا اقتسموا أو اقترعوا، قال لزمت القسمة. قال لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه، يعني يمكن أن القاسم يقسم مثلا العقار، لو كان الشركاء كانوا اثنين في ملكية العقار، فهو يقسم العقار إلى حصتين متساويتين تماما، واضح؟ إلى حصتين متساويتين تماما، فإما أن يتراضيا أن هذا يأخذ هذه الجهة وهذا يأخذ هذه الجهة، إما أن يكون بالتراضي، أو تجرى القرعة، يعني تجرى القرعة، يعني هو القاسم قسم إلى حصتين متساويتين، نسمي الحصة هذه مثلا الحصة رقم واحد وهذه الحصة رقم اثنين، وتجرى قرعة، والذي تخرج يخرج سهمه، أن لو الحصة رقم واحد يأخذها، وتلزم القسمة وتلزم القرعة، ما ينفعش بعد ما يطلع قرعته في الحصة رقم واحد يرجع يقول لا ده الحصة رقم اثنين فيها ميزة كذا، طالما القاسم قسم كأنه حكم حاكم، واقترعوا وهو طلع نصيبه هذه الحصة لزمته. قال وكيف اقترعوا جاز؟ قال بالحصى أو غيره، يعني كيفية القرعة بأي طريقة، ممكن بالحصى أو غيره، فيكتبوا في ورقة أو يعني يستعملون الحصى أو كذا، هذه الحصى معناها الحصة الأولى وهذه الحصى الحصة الثانية إلى آخره. القروش، نعم القروش، يعني ممكن يستعملها بدل الحصى، يعني هذا جهة، نعم ممكن القسمة بالعملة التي لها وجهان، وجه فيه صورة وجه فيه كتابة مثلا، نقول إذا خرجت الصورة يبقى معناها كذا، إذا خرجت الكتابة معناها كذا. طيب الآن دخل وقت الله، بقي هذا الباب صغير وبعده كتاب الشهادات، ناقص خمس دقائق بسرعة. طيب قال باب الدعاوى والبينات. قال المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فكيف نعرف المدعي والمدعى عليه، من أنكر والمدعى عليه، فكيف نميز المدعي من المدعى عليه؟ فقال المدعي من إذا سكت ترك، يعني الآن مثلا هو زيد ذهب إلى القاضي يشتكي عمه، فزيد هذا هو المدعي، لأن هو إذا سكت، إذا هو لم يذهب إلى القاضي ولم يشتكي عمرا، لأن ليس له مصلحة أنه يذهب إلى القاضي، فزيد هذا الذي إذا سكت لو أنه غير رأيه وكان رايح للقاضي وبعدين عدل عن ذلك، عمه مش هيروح وراي يطلبه ويقول له لا لازم تروح تشتكيني عند القاضي. لكن المدعى عليه اللي هو عمه هذا إذا سكت لم يترك، يعني هو مطالب بحقوق، يعني يكون ذاهبا مطلوبا ومدعى عليه، وإذا سكت لم يعني لم يترك لأنه مطالب، واضح؟ فهذه الطريقة التمييز المدعي من المدعى عليه.
قال ولا تصح الدعوة والإنكار، يعني ولا الإنكار إلا من جائز التصرف. جائز التصرف قال الشارح هو الحر المكلف، يعني البالغ العاقل الرشيد، البالغ العاقل الرشيد. سن الرشد أعلى من سن البلوغ، يعني البلوغ له علامات حسية، قد يبلغ ولا يكون رشيدا. الرشد اللي هو حسن التصرف إيه في قال سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به كطلاق وحد منه. فإذا جائز التصرف والحر المكلف الرشيد. قال وإن تداعيا، وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه. إذا تداعيا عينا يعني ادعى كل منهما أنه أنها له، ادعى شخصان كل منهما يدعي أن هذه العين له، وهي بيد أحدهما، وهي بيد أحدهما يعني شخص عنده منزل، يعني هو يسكن في منزل، هو يسكن في منزل، أو مثلا هو راكب على دابة، دابة هو راكب عليها، أو منزل هو ساكن فيه، فهي بيده يعني. فجاء مثلا مدعي، يدعي يقول المنزل الذي يسكن فيه عمرو، جاء زيد وقال المنزل الذي يسكن فيه عمرو هذا منزلي، هذا منزلي. أو يقول هذا الفرس الذي يركبه عمرو هذا فرس، وعمرو راكب على الفرس، يقول هذا فرس وأنا راكبه. فحينئذ زيد راكب على يعني الراكب على الفرس يقول هذا فرسي، والشخص المدعي يقول هذا هذه فرس. قال فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة، إلا أن تكون له بينة ويقيمها. قال فلا يحلف معها اكتفاء بها. يبقى إذن الذي يعني بيده الشيء المدعى إما أن يحلف يمينا ويحكم له به، وإما أن يأتي ببينة، يعني هو يحلف أن يعني زيد يسكن في الدار وعمرو قال الدار هذه لي، يبقى إذا صاحب الذي يسكن في الدار يحلف أنها داره ويحكم له بها، أو يأتي بالشهود يشهدون أنها داره ويحكم له بها. الشهود نعم بينة عن الشاهدين، فإذا قام شاهدين لا يحلف معها اكتفاء بها، يعني إما اليمين وإما الشهود. طيب قال فإن أقام كل واحد بينة أنها له. طيب الآن عندنا مشكلة، مثلا زيد راكب فرسا ويقول هذه فرس، وعمر يقول الفرس التي يركبها زيد هذه فرس، كل واحد منهما أحضر شاهدين يشهدان له أن هذه أنها فرسه. فيقول هنا إن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. هنا في المذهب إنه إذا تعارضت البينات يحكم لبينة الخارج، اللي هو الذي ليس العقار في يده أو ليس الشيء المدعى في يده، يحكم لصالحه وتلغى بينة الداخل. فهكذا في مذاهب، في مذاهب بالعكس تقدم بينة الداخل اللي هو صاحب اليد، لكن هنا إذا تعارضت البينات يعني إذا لم تكن بينة يحكم للداخل، لكن إذا وجدت بينات للداخل وللخارج فيحكم لبينة الخارج وتلغى بينة الداخل. فهكذا يعني المذهب في هذه المسألة. بعدها كتاب الشهادات، هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.